الحمد لله رب العالمين القائل وربك يخلق ما يشاء ويختار. خلق الله تعالى الشهور والأيام فاختار منها شهر رمضان وأودع فيه ليلة هي خير ليالي الزمان كما قال المصطفى العدنان. وصلي وسلم يا ربي وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أحبتي في الله، وقفتنا اليوم في رمضان مع القرآن الكريم. هذا القرآن الذي نزل في رمضان، قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فتكريم رمضان بنزول القرآن. ولقد كرم الله تعالى هذا القرآن فقال وإنه لكتاب كريم وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. هذا التكريم للقرآن لا بد أن نفهمه، عندما نقرأ القرآن نعلم أن القرآن كريم. ما هي أوجه الكرم في هذا القرآن؟ هذا القرآن الكريم الذي يحمل هذا الكرم وهذا الجود وهذا العطاء، ما هي أوجه الكرم؟ أوجه الكرم أولاً أن قائله كريم، وهو أن الله سبحانه وتعالى كريم وهو أكرم الكرماء، فالكلام ينسب إلى قائله، فالله تعالى كريم. ومن أوجه هذا الكرم أن هذا القرآن وأنت تقرأه من حيث لا تعلم الآيات ولا تفسيرها ولا معانيها يعطيك الأجر. لذلك أنت تقرأ في بداية السور ألف لام ميم طاسين ميم كاف ها يا عين صاد لا تفهم معناها، وقد قال أهل التفسير أن هذه المراد بها مجهول، بل الله تعالى هو أعلم بهذا المعنى وأنت لا تفهم هذا المعنى. فالقرآن الكريم يكرمك ويعطيك الجزاء والعطاء منه. ومن أوجه هذا الكرم أنك تقرأ حروفا ألف لام ميم، يعطيك الله تبارك وتعالى الأجر بفضل هذا القرآن الكريم الذي سماه الله تعالى كريم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن فله بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فأنت تقرأ هذه الأحرف يعطيك هذا القرآن الكريم صاحب الكرم وصاحب الجود، يعطيك عطاء عظيما. ومن أوجه هذا الكرم أن هذا القرآن لا يتركك في أتعس الظروف وفي أتعس الأوقات، فأنت في الآخرة في معترك الأمور الآخروية وما فيها من هم وغم يأتي القرآن فيشفع لك، كما قال صلى الله عليه وسلم تأتي سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان تدافعان أو تحاجان عن صاحبها. هذا كرم من هذا القرآن. ومن كرم هذا القرآن أنه شفاء. هذا القرآن الكريم من أوجه كرمه أنه شفاء، فالفاتحة فيه شفاء والقرآن شفاء، ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. بعد أن بيّنت لك أيها الأخ الحبيب أيها الأخ الصائم أن القرآن كريم وبيّنت لك أوجه هذا الكرم، أما آن الأوان أن يتحرك قلبك لهذا الكرم؟ ماذا ستفعل في رمضان؟ ماذا ستقدم في رمضان؟ هل يفوتك هذا الكرم من القرآن الكريم؟ تعال إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في رمضان أجود الناس وأكرم الناس في رمضان، كان يتلو القرآن وينزل جبريل عليه ويتلو معه القرآن ويدارسه القرآن، بل في السنة الأخيرة التي مات فيها صلى الله عليه وسلم دارسه مرتين القرآن. فالقرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم به كثير في رمضان. بل تعال إلى السلف الصالح، هذا الإمام مالك إمام دار الهجرة إذا جاء رمضان عطل حلقات العلم وحلقات الفقه واتجه وطلابه إلى القرآن الكريم، وخصص أوقاته كلها بل جل الأوقات لتلاوة القرآن. هذا الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قال عنه أهل السير وقال عنه الذين قرأوا سيرته أنه كان يختم القرآن في رمضان 60 ختمة، ختمة في الليل وختمة في النهار. الله الله، ما هذا العطاء وما هذه الهمة العالية؟ هكذا أهل القرآن وهكذا أحباب القرآن. بل أن القرآن الكريم هو وقته في رمضان،
تدرسه تقف عند معانيه، تقف عند الوقفات القرآنية وما فيها من تأثير على القلوب. فما آن الأوان أن تعطي أوقاتك للقرآن. كم ستختم القرآن في رمضان؟ كم مرة تتلو القرآن؟ كم مرة تتدبر معاني القرآن ومفاهيم القرآن؟ هل تلهيك الدنيا وتشغلك المسلسلات وما هيأ لك أهل الكفر من لغو ولهو حتى يثنوك عن اتجاهك وأهمتك إلى القرآن؟ لابد أن تجعل نفسك وردا في القرآن في رمضان قبل أن تمضي الأوقات وتمضي الساعات وأنت مشغول. أحبتي في الله، القرآن الكريم لا تنسوا أن القراءة فيه أضعاف مضاعفة في رمضان، فلا تشغلك الغفلة ولا اللهو، فإن الله تبارك وتعالى أكرمنا بأن ندرك رمضان، وهذا من فضله. فلقد مات أقوام وأحباب لنا كانوا في رمضان الماضي أحياء، وهم الآن تحت طيات التراب، حرموا من القرآن وحيل بينهم وبين القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.